في حدا قدر يوجد الحل؟ يبقى هنا نص السؤال، اكتب برنامج to find the most frequent word in a text entered by the user. مطلوب انه نوجد اكثر كلمة لها على تكرار من نص ادخله المستخدم. طبعا هنا بعرف الكاونتس هي عبارة عن ديكشنري. هنا بطلب من المستخدم ان هو يعمل يدخل نص، تمام. هنا ببدأ عملية العد. النص انا مدخل، انا عندي في اللاين، خليك معي يا استاذ. النص انا عندي مدخل في اللاين، تمام. بروح بلف على كل الكلمات بعملها تقطيع هنا بهذا الشكل. ممكن تعملها تقطيع قبل، نفس الشيء فيش اشكالية. وبالتالي انت بتعمل عد لكل كلمة بهذا الشكل. اذا كانت الكلمة موجودة بنجيب الفاليو بنزود عليها واحد، واذا كانت مش موجودة 0 زائد 1 بتم اضافتها على الديكشنري، تمام. هنا بطبع لك الديكشنري. الان خلصنا عملية العد، نيجي للمرحلة الثانية انه احنا بدنا نطلع الكلمة اللي لها على التكرار. زي ما ذكرت لو اجينا طبعنا هنا شغلنا البرنامج بنفس المدخل، انا عندي، فبتلاقي انت عندك 7 2 2 1. فالمطلوب انه انت في الفاليوز هذه انت تجيب لي الماكسيموم، تجيب لي اعلى قيمة. نحدد مين هي عشان نشوف مين الكلمة اللي لها على تكرار. فبالتالي هنا بعرف ماكس في بتساوي 0. طبعا ليش 0؟ لانه هذه عبارة عن تكرارات. هل في هنا في التكرارات عندك تكرار 0 موجود؟ كله 1 او اكبر. فبالتالي انا بحط الماكسيموم بفترضه قبل ما ادخل عملية البحث انه هو 0. طبعا لو في اعلى من الزيرو اكيد حنلاقيها. طيب بعديها بروح بلف على كل الكي والفاليو باستخدام دالة الايتيمز. طبعا دالة الايتيمز هنا ايش بترجع؟ بترجع لي الكي والفاليو as tuples بين قوسين زي هيك، هيهم شكلهم زي هيك. لما اجيب الايتيمز بيجيب لي احمد تكراره 2 بين اقواس تبعت التابل، تمام. محمد 2، علي 1، وهكذا. فبالتالي بقدر اخذ الكي لوحده والفاليو لوحدها بهذا الشكل. فبالتالي عشان هيك انا بقول فور كي الكي للكي والفي للفاليو in count.items. يبقى الدالة items بترجع لي الكي والفاليو as tuples. كيف احنا كنا نبحث في الليست عن الماكس؟ بنلف، هينا بنلف، بنقول اذا كانت الفي اكبر من الماكس في، ساعتها شو بيصير؟ الماكس في بتساوي في بهذا الشكل. يبقى احنا جبنا هنا أعلى تكرار. طب بدي أعلى كلمة، وين موجودة؟ في الكي. فبالتالي هنا most frequent word بتساوي كي. بس خلاص انتهى الحل. انه بهي الكيفية انه احنا بنلف عليهم كلهم نوجد أعلى قيمة، تمام. إذا كانت الفي هذه أعلى أكبر من الماكس، فبالتالي انه هي بتصير الماكس، والموست فريكوينت وورد بتصير هي الكي.
بهذا الشكل. بعد ما أخلص ممكن إنه أنا أطبع print most frequent word. وين موجودة؟ في متغير اسمه most frequent word. وهنا كمان بنطبع إنه the value أو the frequency of most frequent word اللي هو الماكس V. دخلنا النص كمان مرة. فبالتالي جاب لي أعلى الكلمة اللي لها على تكرار هي ذا، والتكرار تبعها 7 بهذا الشكل. تمام؟ واضح يا شباب؟ في أي أسئلة؟